بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم مع سلسلة دروس الاهتزازات، دائما مع لو بخومي اكزيرسيس في لو بخومي شابيتر المتعلق الاكزيرسيس هذا ماشي لو شابيتر الاكزيرسيس يتعلق بلو كالكيل دو ديغري دو ليبرتي. كنا توقفنا في لا دوزيام فيغور فيغور بي، واليوم راح نشوفو لا فيغور سي. لا فيغور سي هذه اللي راهي امامكم هنايا، عفوا هذه هي لا فيغور اللي راهي امامكم. كيفاش نبداو نحلو فيها؟ نجي لو شيما تاعي هنا باش نخدم في الوسع افضل. تبعوني، عندي اون تيج دو ماس ما ماركيتش لا ماس نتاعها، عندها اون سيرتان ماس. Par exemple, nous avons grand M. Nous avons la tige ici. Nous avons une masse grand M. La première extrémité elle est reliée à un ressort de Rider K. Nous avons une tige. La masse est égale à 0 de masse négligeable. Nous avons rigide. Tige. ريجيد، وعندي لا ماس ام. هنا نومبر دو بارامتر كيما العاده قلت لكم توجور على دروز ايتاب، نومبر دو بارامتر توتال، نومبر دو ليزون، ومن بعد لا ديفيرونس بيناتهم تعطي لي لو ديغري دو ليبرتي. اخواني الكرام، انا نلاحظ هنا بلي عندي دو بارامتر، عندي لا روتاسيون دو لا بار تاعنا، وعندي لو ديبلاسمون دو لا ماس بوتيت ان. دونك نومبر دو بارامتر توتال ايتيغال ا دو. شكون هما؟ عندي لونغل تيتا، وعندي لو ديبلاسمون اكس. هذا لو نومبر توتال دي بارامتر اللي عندي لا روتاسيون دو لا تيجا افيك لونغل تيتا، وعندي لو ديبلاسمون دو لا ماس. الان يا هل ترى كاين سيرت ريلاسيون جيومتريك و سينيماتيك؟ راح معايا اخواني الكرام، نضطر نفاصي هنايا شويه، نفاصي هذه هنايا، نعاود نرجعها. لا تيج انيسيالمون كانت هنا، لما دارت اون روتاسيون ديبلاصات حتى عندي لو ديبلاسمون هذا تاع ليكستريميتي هذا، منا حتى لهنا. هذا نرماركي بلي عندي ان تريونغ، نرماركي بلي عندي ان تريونغ جي هاد، بحيث الوتر تاعو هو لا لونغور، وعندي الزاوية هنا تيتا. دونك نقدر نسمي هذا ان ديبلاسمون دي. باريس دي هنا نعرفو بلي هذا راه مقابل هذه، وهذا الوتر وهذا المقابل، دونك عندي غلاسيون دو سينوس. دونك على بالي بلي سينوس تيتا تيقال مقابل على الوتر، دونك دي سور ال، سو كي امبليك دي تيقال ال سينوس تيتا. دونك تبعوني اخواني الكرام، نبدل لاكول. اذا كان هذا لاماس الي ريجيد، دونك هذا لو ديبلاسمون لازم يساوي هذا لو ديبلاسمون. اذا كان هذا لاتيج لي ريجيد نون ديفورمابل، معناه دنيها منا ب 1 سنتيمتر، تدنى هذه ب 1 سنتيمتر. دونك لازم يكون دي ايتيغال ا اكس، ونلقى اون غولاسيون لي تقول لي بلي ال سينوس تيتا ايتيغال ا اكس. دونك لو نومبر دو ليزون ايتيغال ا 1، سو كي في كو le degré de liberté est égal à 2 moins 1 est égal à 1. شوفوا باش تفهموني واش معناه حاجه هكاك. شوفوا القلم هذا اللي نكتب به، اذا هو مادامو سوليد هاو يجي ماشي الاستيك غير قابل للامتطاط او التمدد، موش نابض. تبعوني مليح. اذا كان نفرض من هذه الجهه، سمحوا لي برك على بالكم الكاميرا تنفرسي لي. اذا كان انا نيمبوزي 1 سنتيمتر منه، دونك اوتوماتيكمون هذه دنا ب 1 سنتيمتر، تقدروا تلاحظوها
وشي بدنا هذا يدنا هذا. ما نقدرش انا ندني هذا ب 1 سنتيمتر، هذا يدنا لي ب 0.5 سنتيمتر، الا اذا كان بيناتهم الرسول حاجه الاستيك. مي كي تكون انتيج ريجيد مستحيل يكون عندي هذا الـ هذا الـ هذا العلاقه هذه. اذا مادام قلنا عندنا انتيج ريجيد دونك راح تكون بالسيف اكس ايكال ال سينوس تيتا، دونك عندي اون ليزون و دو بارامتر، دونك لو دوغري دو ليبرتي ايكال ا 1. الى هنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.